الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحيابها الله سبحانه وتعالى وكم النستي إنسان كوحا كم بذا عمرقة ولدون يقفك مسلم كا خاصة إنه كفى إذيستو الله سبحانه وتعالى واختقا أوسيي او الدنيا ذا او كنوليه يوم القيامه نقفك احيابها لو يدين اي وحاكم اذا عمرك لسيي يو دأذي او نولا يو سنده او نولا وحو او كسميي ما الهي بو قدو هذي ما ربي بو كعاسي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وحوليه في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال هذا مركا عبادان وأي مركا عذر دارتان وأي رهدان ربي يون علي أن عمل سو صمينو مركا لي أن سود ذالنو وحن واهي المنصنين أرنكو سيدان أمام لينين إلهي وحولي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الدنيا ذا ميانا إذن كو عمر وآذن أركن سيدوك لي قف عبرقات وحصوصت وحكو حصوص صومين إذن صومرين وإنت أدنو ليذين الدنيا ذا جوكتين. وجاءكم النذير نذير كينا صوموصا إذين إمن نذير كعلماء ذقار كودو حيلين وأشيبا ويان قفكا عرضا مركي كسو بحضا وحويا نذير كيبا أويمد إلا قفكا مركا هرو دلن يريحي كهول ويان مركا دنبي وقرمضو ويحي كدبنا شيخ بو نقونايا عمري مركا وحل دوني قفكا مسلم كين وكفا إذيستو وإنت أدنيا دلجوغو ساعات قفك او نول يهي اي سنده او نول يهي اي بله او نول يهي انو كفا ايديستو. رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم سيداس درت دوحوت الماما يا ان قفك عمر يسا او ديرادو عمل كيسا نوفي عنا دو او يهي دادك كان اوفي عن قف اله عمر دير او سي هدنا او وافجي عمل وناكسن عمل صالحة طاعة الرب صلى الله عليه وآله وسلم إله إنه أطيعه رسول كيسي صلى الله عليه وآله وسلم إنه راعه قف عمري دير لسي يا عمل وناكسن ذاتك وكان أو خير كبضن ذاتك نوحا وشر بضن قف عمل لسي عمري دير وهدانا أن عباد الإيمان وأن إلهي عابدين وعمر جيساس أن كيف إذا سنين عبادة الرب جل وعلا إلا ساعات كان أن نول نهي أن نول حسابية دأذن لغو سيي وحويا ولغو إيجية ما كفى إذا ست وقت جاجي يا عمر لغو سيي مسا كما فى إذا سن حديث ترمدي ورني من حديث عبد الله بن بصر الأسلمي رسولك صلى الله عليه وسلم حوله خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس ذاتك وحوه خير بدن خير يضو دن بالسي ذاتك دن وحوه خير بدن من طال عمره قفكو عمر جيسا ديراده وإلهي عمر دير أوسيه صومالي وحيو كدو عيسى تا عمر دير يعباد السن وحديث كان ويان من طال عمره
قفكو عمر جيسا دير هذا وحسن عمله وعمل كي سنة ووناك سنة هذا عبد الله بن مبصر حديث كان ورينا إياه وحونا آها آخر من مات من أصحابه ذاتك أقدم بي وكجري شام كل انتي أو صحابة ذي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دا دي سنة وحيدها وحو قاري إلا بقلبو قاري سنة كي سغاشن إلى الحادي هجرية ذا أيو قيريو ذي حديث كان ورينا يا صحابي جليل كا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صحابة ذات كم إذا أوحى جراء وقود دعيي الله سبحانه وتعالى إنو عمري لهرسي وحاكم إذا أنس بن مالك رضي الله عنه وخادمك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إن أيتري هو يدي أنت أوك أنت أيتري إن كان رسولك الله ودعيه وأويري اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده إله عمره سداره سيدنا وين نقطيه أنس بن مالك رضي الله عنه عمره سواده راضي أولاد بضنبو هلي مال بضنبو الله سبحانه وتعالى سيي ذاتكي أودن بي سحابة ذا غير يذبو كمدها أنس بن مالك رضي الله عنه عمل كامركا وناكسن أدي عمره دور الله وفا إذي سوقفكي بحون غنيا قفلي باني ذاتكنا وحا أغحن شر الناس نواضدكي من طال عمره قفك عمره سؤول دير هذا وساء عمله عمل كيسنا وهلابي ووعد رنتي آدي آد وناك سمويان وقفك كعب رقاته قفك الله سبحانه وتعالى عمري أسوسي ييو وركنتن قاري أما اللحذن قاري أما التضباطن قاري ولي مع سيدي إلهي كجرا وحال قبرة رجيني حديث كان وتصي قفك إنو صون نقضو الله سبحانه وتعالى ونقضو وعمل وناكسن عمري جيسي كقفا إذا يستو ووصن هلينين مثلا عبادة ذي وقبان دواشيه الله سبحانه وتعالى إنو صن كفقانين وإلهي ووصو دواده وصاعدها صوم مريا إيا دقيقة ذها صوم مريا عبادة ربي وكقفا إذا يستو أهل مدينة وكالي ذاتكي مدينة ديقنا رضي الله عنهم إيواناك سنة نفتوضة وحساب جرين سيدو كالي عمرو قوضة ويفيرين جرين دأدوضة انتي قارتي كان إذا بلغ أعدهم 40 سنة يلزم المسجد قفكوتها دو قارة فرتن سنة أهل مدينة عددوضة وحي أهيد إني مسجد كاللازمان اللي قفي أفرتن سنة مركو قانقاري مثلا أما شني توم بوكو قانقاري لباطن لي شن سنة وحو سوق منكر وصوق بتي كانوا يلزمون المسجد عبادة ربي جل وعلا إيا لازم يجرين إلهي أدوان شيه سأيي كقفا إذا سنجرين وقت قوضة أهل مدينة سيداسي أهيا ذاتك ما أنت جوغان أهدي إلا من رحمه الله بدن كوضة وحويان قفكو حو صبر روجي أفرتن مركو قارو أيولي هاي بمارك الدنيا هذا إيه باللابة تيو أم باللابة يا قاركوضو حاب الله جي يا بابا يجو دأ ذا قاري أفرتن إني معاصي باللابة نعوذ بالله من ذلك وأنتو ذي هرن أيسو وناك سنائين قفكي صجا أفرتن قاري كده منو باللابة إنه صلاة دي كتجو إنه عبادة دي يريو إنه الله دواشيه سبحانه وتعالى ويريو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بل أفر سؤال سبحانه وتعالى أدونك وناكسن مركوت المامي بتكود وحويري والدين تي سيد حسان لوغو سمي الله سبحانه وتعالى كسو هضلي حتى اذا بلغ شده قفك انسانك وناكسن مركو حوغي سدما يسترمو وبلغ 40 سنه افرتن سنه نو غارو قفك وقتي الهو نكون لها افرتن مركات غارتو
وحوي حوجاج ورد ما يسترمي أفرتنا وحي كذن بيانا قفك النقصان بوجليه مكرية هذا جركيسي مكرية عقلجيسي مكرية هاصب أصون قنية. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أولا قفك أفرتنا مركو جارو هذو إلهها هلمان سنة قفك ونكسن هذ إلهه وحسوسنا ووقتك إله الله صن قن لها. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووقتك إله الله ما هذن لها وحورنا يا ربي أوزعني ألهمني ربي ويجرنسي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعمة ذي أذ السيسي إن أكو شكريو ربي ويجرنسي وقتي لو صن نقض أيان جاري أفرتن سنان قاري ووقتي قف ودعيسا لها وإله ونقل لها. وعلى والدي ربي يوصيدوك لي إقرانسينا والد كيغا وشكريو إلا قفك عقل يسيبا بوحسمي حوق يسيبا بوحسمي والدك هدوه المان سنة أفرتن سنة كهر قفك هدو حسوسا وايو إلهي شكرين تيسي والدك حقي وكلها أفرتن هدو قاري سوى أفرتن قاري قفك خير مصوضة قف أفرتن سنة مركوة قاري كذب إلهي ونقوم واي ووالدك يسي حسوسا واي وحويا قفك خير مصوضة ربي وحولي مركا إقرانسينا كو شكري والدك إقرانسي دوك لهم كو شكري إلا أن الله سبحانه وتعالى عباده ديسا مرك الله صبح وحكو حكت أحسن الإحسان إلى الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كدي من قفكي أفرتن مركو قاري أو إلهي وأن نقضو أو والد كيسي إحسان كي أوسمين يؤوب بضيو لعل والد بون نقضي أولادي سينا ينود دعيه وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه إلهي إنه كبريه إنه عمل في عن وافجيه قفكي وقتي ومهر سنة أفرتن بو قاري إلهي طاعدي سيبو كد ذالي والد كيبو كد ذالي هدانا حسن الخاتمة إلهي إنا ويدي سنه وأن أعمل صالحا ترضاه ربي يو يوافجي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه عمل أضرار لك تينا سميه قفك أفرتن قاري وإساقنا عمل إلهي رالي أكيهي سمين وايي سوى أفرتن جرأة قفك إساقنا وحباك مقن قفك حساب أباهن يهي إنو إساقن نقضو نفتي سي إنو حسابيو ويرا ورهوي محاكو اللابن أفرتن بقاتي وقتك إلهي لون نقن لها بعد مريسا هدي هوري وحخلض وكاسو دعي وقتك والي لحسوسا لها دادن حسوسنين بالقاري وقتك عمل في عن لسمين لها وإلهي لبري لها بالجوغا هدنا أولادي إن لو دعي وابقفتك يوال ودردار ما يعمل وأصلح لي في ذريتي هذه واتس عطايو دا دي وويناتي أفرتن باد قدال كمرتي إنا هدنا ترهضو إله أولادي هقاجي سي أي طريفي عن أراعان سي دعادو دي عمل كوديق عن وانتفاعو وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قف كوابيس دي بيو ربي وكوسو النقضي هدان هوري خلد أسميي وأن عبر قاتي ودأذي بائي تمد ربي وكوسو النقضي إني تبت إليك وإني من المسلمين كوهو قان سمينا وانكا كمده مركا واحد قران كرتا عمري قال الله سبحانه وتعالى قفك أوسيي إن لقول حساب تميو قفكنا نفتي سئين وسنه المامن قف با ولي اسو ملاين انو دلن يريه نوينا وحد اركيسا لحدن جرء اما تضبات جرء او وقتي مثلا الهي لون نقول لها مساجد لقلي لها لدعيسن لها خيرك لقى شيكين لها انو ميلها فديو اما عيارو كشيكين يا ويليرو اما عشان ايتو من جرء اما تضبي اتبن با وحا لقى يابا انا اسوا هايستان كبد لعياري او اضغينا دهمان تكوح ديدي وإذن قرعنا يوم أردت إنتا سنة إذن كقولي سنة
kan kalena uu dhaho wiilkii yaraa raggaasuu la fariisanayaa waa ninkii ilaahay uu soo noqon lahaa ciyaar buu isaga jiraa waa qof hilmaansan da'diisii waa qof isyaraynaya looma baahno marka waxaa la doonayaa cumriga ilaahay uu ku siiyey adigana naftaada inaad xisaabto rumeeqaad soo joogtay alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa maxaad hormarsatay ma waqti baa kuu laaban ilan ummadda nabi maxamed cumrigeeda aada iyo aada buu u yariya waa intaa 67 u dhexaysa qofkana inuu markaa xisaabtamaa loo baahan yahay sidoo kale rasuulkeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam camalka matalan cimriga dheer iyo camalka wanaagsan sida uu u fiican yahay xadiid waxaa jira saxiixa oo rasuulkeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam laga warinayo min xadiidi abi hurayra rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy kaana rajulaani min baliyin wa xayin min qudaaca aslama maca rasuuli illahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fastushhida axaduhuma waukhira alaakharu sana faqala طalxa ibn cubaydillah fauriitu aljanna فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاه سنه اخرجه احمد باسناد حسن حديثكم وحوت المامايا قفك عمرك لو دهريو عمل في عنا سمايا انه هدا كفل لي بدن يحي قفك الله سبحانه وتعالى درتي لو دلي اي كهر مري انه جنتي هدا كهر مريو حديث كان وحوليه هي كان الرجلان من بلي حي من قضاعه laba nin baa jiray oo qabiilka qudaaca ka tirsan beli bayna ka sii ahaayeen oo laftaasi ka sii ahaayeen aslama maca rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii la islaameen oo waqtigii rasuul sala allahu calayhi wasalam uu joogay bay soo islaameen labadaa nin fastushhida axaduhumaa midkood baa jihaad fii sabiili illahi ku dhintay wa ukhira alaakharu sana midka kalena waa la dibdhigay midkood baa fii sabiilillahi ku dhintay kan kalena sanad baa la dibdhigay oo uu noolaa طalxa ibn cubaydillah radia allahu canhu oo ka mid ahaa alcashara almubashariina lahum biljanna baa wuxuu leeyahay fa uriitu ljanna waan riyoodayo jannadaa la itusay jannadaan arkay buu yidhi oon ku riyooday faraaytu almuakhara minhuma udkhila aljannata qabla shahiid ninkii ugu dambeeyey ee gadaal ka geeriyooday ee sanad kadib geeriyooday oo waxaan arkay uu yidhi jannada la geliyey shahiidkii hortiisa la geliyey arrinkaasu aada ula yaabay ilan qofka fii sabiilillaahi ku dhinta darajaad badan buu leeyahay oo dadku u dheeryahay fatacajabtu lidalika arrinkaa aada baan ula yaabay war see ku dhici kartaa war ninkaanna fii sabiilillaahi buu ku dhintay ninkaanna dhimasho caadi buu dhintay jannadiina waa laga horgeliyeeyey arrinkaa sidee ku dhacday fa asbaxtu waan subaxaystayo waan ka lahay fa dakartu dalika linnabiyi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulkaan u sheegay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markaan subaxaystay oo aan ka lahay baan rasuulka u tegay oo arrinkaasaan u sheegay arrinkaasaan arkay xalay oo aan ku riyooday ninkii dambe sanadka sanad kadib geeriyooday oo waxaan arkay jannadii laga horgeliyey kii kale oo dikira dalika rasuulilah sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ama rasuulka loo sheegay arrinkaa waxaa la yidhi riyadaasuu ninkii طalxa ahaa arkay ee rasuulkii allow arrinkaa bal nooga waran ilan riyo markay riyoodaan saxaabadu rasuulkay u tegi jireen isagaa u fasiri jiray qofka hadduu riyado waxaa la doonayaa qof saalix oo wanaagsan inuu riyadiisii ula tago waa riyada hadday fiicantah waa min allaahi riyada fiican laakiin riyada xun wax xun haddaad ku riyooto qofka ii fasir haddaa lama dhaho markaad soo kacdoba shaydaankaa la iska naaraa waxa weeyaan waa la iska hilmaamaa lama sheego hadda
رسولك أفسر صلى الله عليه وآله وسلم ريدي وحير أليس قد صام بعده رمضان ورني كان دمبي إي جناد اللقلي سنة كان نولا نين كان شهيد قداشي سو سنة موسى سومين هل رمضان ها وصلى 6000 ركعة لحكون الركعان سو موسى تكنين وسند صلاةها لتكذي واجبك أويا قفك السند هدو صلاتك ذو وحويا وحو تكنيا لحكون الركع ضد بتكنيا إلا ما تضبئ طبعا وحويا مالنتي تضبئ طبعا ركع ضد ويا سدح بقولي لحدا أدي لو قيبين اللحكم وحين قونيسا تضبئ مركا وحين قونيسا تضبئ طبعا بين قونيسا واسيدا أما سنتك هذه سدح بقول يو كنتن لقديقو أما كنتن دور هذه لقديقو إلا إن سنتك مسلمين تمر مر وإسلمة إلا إن بلها قاربة سيالة تنقل ماذا قاربة صدن بوحكل ماذا أضوح يتجيان إلا لحكونه ركعوض بمركا قفكي وتكان يا سنتك هذه واجبك كلي وتكذو وكذا وكذا ركعة وصلاة السنة هذا ننكا سوموس تكنين صلاة سنة انتاسي انتاسة إلا قف بوح على جيا بمالنتي لبي يتمر قعدود إنه تكذو أو راتبة أما طبعا ذك قاركين يتكذان أما كبدا لبعتن صدنا تتكذا جرا مثلا ضحاضو كله ضد حاجة رصيد ملها جارسية شروق قاربة تكذا صلاة وتسبيح ضد بمالن كست كذا رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم مركا حديث كان وحكوت المام قف كالد بريجو إيه عبادة استا إن الله سبحانه وتعالى درجاتك سكر وقاضيه ومن طال عمره وحسن عمله عمل قدر وشي مركا آدي أضفي عنه وعملك هدو ونكسن هذا قف كان محوك قهر مري شهيدك عمر درب إلهي سي سند بنولا وعبادة استيو صلاته بوتكني سنوينك بوتكني سدا سجن هذا اللقوقي قف كي مركا عمري سأقول لي راضه عمل كي سنأوح ماضه وحو نقونايا دادكا كان اوحن بو نقونايا وحالا دونايا مركا ان عمريقا لغا فايديستو مثلا بشهر رمضان وكالي وحا اوغو خير بادن تبنكا بري سيدة رسول كينا صلى الله عليه وسلم اوشاقي واخر كي بشويان هبين كي ساعديهيسا وحا اوغو فلي بادن اوغو فيعان ان سلاد لتو كذو آخر الليل ثلث الليل الأخير ما ننتج جمعة ساعد كجة رسول كان صلى الله عليه وسلم أوت المامي وقت جاذ وحوقف عن عسر كي بعد العصر وحي كدم بيا عمل كا سيدي سوي حوقف عن يهي إن إلهي درتي الله صمي إخلاص الله صميو هدنا متابعة للي ماذا سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم الرعا عمري قد يرسيد سوقف عن يهي سيدا أود بع علماء دعوين كلا دعوي سقارقاد وحيكو دران دعائي رسولك صلى الله عليه وسلم أنا سأقول دعوي وكلين لقول دعيسه اللهم أطل عمري وأكثر مالي وولدي إله عمرك يا قدير أولادي ذي مالك يا نبضي عمرك قدير رسولك صلى الله عليه وسلم أنا سنقول دعائي فلق أولي هنا رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وتلمامي وحان إلهي كبري هنا إنه عمر بركيسا يعمل صالحا ونصيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا
ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.